راس لانه في البلديه اللي لا زال البيت مكتوب باسم توفيق الناصر. اولاد فوزي حاولوا يبيعوا اولاد فوزي حاولوا يبيعوا وما قدروا. وعماتي انا بحكي لك ما رح يتنازل. هو هلا بالنسبه لي انا ايمن بدري اللي بحكي لك انا بحكي باسمي، لكن والله ما بقدر احكي باسمي واحد من ولاد اخوتي او واحد من اولاد اخوتي. صاروا ورثه هلا قتلت. لو كان قدري ابوي الله يرحمه الحاج فدرين إذا موجود هو بقدر بس والوزاع اما انا ما بقدر يعني ما عندي بس درس اطلاقا. انا عمري في حياتي ما سمعت ان هذا من ضمن فشل فوزي. والدليل انا بحكي لك شو الدليل انه فوزي الاراضي اللي اخذهم اكثر بكثير من اللي اخذهم ابوي وعمي فتحي لانه كان مريض. هو اكثر من غير الارض غير البيت الاراضي كقطع اراضي اخذ اراضي اكثر من صح؟ انت بتعرف البلد هذا ايوه لانه كان مريض وكان وضعه هذا حتى هم الاراضي الكويسه. وكان ابوي بتتذكر الورقه اللي انا وياك اطلعنا عليها وما في ورقه عليها هي مكتوبه ابوي كان في نابلس واللي مثلوا الحج صالح العبد القادر والحج احمد الحلو وكان ممثل عن فوزي عن فتحي موسى بس كذا تشلياكي اما هم بيطلعوا ما في انه هذا البيت هذا هم ادرى هم اعرف هم اللي ربيوا في البيت انا لا انا ولا انت ربيت في عزة بكون معكم في طرف وفي طرف هذا راس الصقر.